إن الحوار المسؤول والجاد هو السبيل الوحيد لبناء التوافق الوطني. إن الأزمة القائمة أزمة سياسية تحتاج إلى معالجة سياسية توافقية، بقدر ما نعجل بها بقدر ما نستطيع التحكم فيها وتفادي أخطار الانزلاق وتصعيد التوتر. إن الحزب يقترح للخروج لتجاوز الانسداد الحاصل، أولاً اتخاذ السلطة لإجراءات تهدئة مسبقة لنزع فتيل التوتر، وخاصة إطلاق سراح عشرات الشبان الذين اعتقلوا أثناء المسيرات الشعبية والذين لم يتورطوا في أعمال تخريب أو تهديد النظام العام. تعيين حكومة تكنوقراطية توافقية من الكفاءات الوطنية. توسيع لجنة الوساطة والحوار إلى شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والمصداقية وتتمتع بقبول شعبي. حصر دور المؤسسة العسكرية في المساعدة على التوافق الوطني بين الشركاء السياسيين والاجتماعيين وضمان تطبيقه على حتى انتخاب المؤسسات الوطنية الجديدة. ما لم تتحقق هذه الإجراءات المسبقة التي تعتبر امتحاناً للإرادة السياسية للسلطة، فإن الحديث عن انتخابات رئاسية جادة محدود الفائدة.